فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسمع من بعض طلبة العلم من يقول: اشتغل بعيبك ولا تشتغل بعيوب الناس، وقصده بهذا الكلام أنه لا يرد على أهل البدع. لا لا، هذا ما هو صحيح. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والرد على المخالفين هذا عبادة، هذا عبادة وجهاد، جهاد في سبيل الله، فهو يجمع بين الأمرين، يحاسب نفسه وأيضا يقوم بما يجب عليه من بيان الحق والدعوة إلى الله وغير ذلك. نعم.